مرة أخرى تقرر الحكومة المصرية التدخل لتنشيط أداء الاقتصاد، تعلن عن ضخ حزمة تحفيز مالية ثانية بقيمة تصل إلى نحو 30 مليار جنيه خلال شهر يناير المقبل. حزمة التحفيز الجديدة سيمول السواد الأعظم منها عبر المساعدات الخليجية وبخاصة الإماراتية، فيما ستصب هذه الحزمة في خانتين أساسيتين، الأولى منهما رفع الحد الأدنى للأجور، والثانية تمويل استثمارات حكومية في عدد من القطاعات بقيمة 20 مليار جنيه بهدف توفير المزيد من فرص العمل ورفع معدل نمو الاقتصاد إلى نحو 3.5%. هذه الحزمة أعتقد أنها جاية في وقتها، من الواضح أنه الحكومة قدرت بشكل أو بآخر تدبر هذا المبلغ. يمكن برضو المساعدات العربية الخليجية اللي جات لنا بعد 30/6 أعتقد كان لها دور في وجود إنعاش في خزانة الحكومة تقدر أنها توفر كسيولة يعني أعتقد، وبالتالي الحزمة دي هتبقى مهمة جدا جدا، خاصة لما تضخ في القطاعات المؤثرة اللي هي هتساعد على توفير فرص عمل وفي نفس الوقت يعني تنشيط الاقتصاد بشكل كبير، خاصة ما يتعلق بالسياحة، بالقطاع العقاري، بالزراعة طبعا، وبالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. الإعلان عن تفاصيل حزمة التحفيز المالية الثانية كان بمثابة رسالة دعم إيجابية للمستثمرين سيما في البورصة المصرية، والتي واصلت موجة الصعود لتسجل أعلى مستوياتها منذ شهر يناير عام 2011، وسط تأكيدات على عودة الثقة للمتداولين في ظل التوقعات بأن تستقطب مصر استثمارات محلية وأجنبية كبيرة خلال المرحلة المقبلة. الارتفاعات اللي حصلت في الأسبوع ده البداية أو نعتبر مقدمة لارتفاعات جاية تاني، لكن ما نقدرش نقول إن الارتفاعات دي هتكون في خلال الأسبوعين أو العشر أيام الجايين. إحنا عندنا نهاية السنة بيحصل فيها تقفيلات لبعض المراكز في الشركات، بيحصل فيها نقل في المراكز بالنسبة لصناديق الاستثمار، كل دوت بيؤدي إلى إن بيقف السوق شوية أو بيحصله تهدية أو إن الأسعار بتقل شوية، فده متوقع لما بنشوفه بيحصل في آخر السنة بنكون مش قلقانين. اللافت للنظر برأي الكثيرين هو انفصال البورصة المصرية عن الأحداث الأمنية التي تشهدها مصر خلال المرحلة الراهنة، إضافة إلى حالة التفاؤل التي تسود أوساط المستثمرين بتحسن أداء الاقتصاد مع بدء تنفيذ الخطوات الأولى لخارطة الطريق السياسية. يقولون دائما إن البورصة مرآة الاقتصاد، مقولة تعكس أداء البورصة المصرية خلال المرحلة الراهنة بعد أن تعطشت كثيرا لأخبار اقتصادية جيدة. فالإعلان عن حزمة التحفيز المالية الثانية ودخول استثمارات جديدة إلى مصر كان كافيا بأن يعود بالسوق إلى مستويات لم تشهدها منذ نحو 3 سنوات. ياسين الجهري، CNBC عربية، القاهرة.